غنقول لك بنتي بيان سور فرحانه عليك وما فرحانهش I love you so much. عقد القران تبعي حيكون ترا. هاي جايز كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. يس زي ما شفتوا في العنوان فاينلي بعرف انه كثير منكم كان مستني هذا اليوم، كثير منكم يعني انتوا عيلة الثانية وبدكم تفرحوا معي وانا كمان بدي افرح معكم، بس احكي لكم شغلة يعني ليش الموضوع تأخر شوي. طبعا زي ما بتعرفوا حبايبي انا مغربية ومحمد سوري وحنتزوج في بلد مش بلدنا اللي هي تركيا، فكرمال نتزوج كان لازمنا اقامات في هذا البلد، محمد كانت عنده اقامة فكان لازم يجددها وانا طلعت اقامة من اول وجديد لانه كنت جديدة هون. فالاقامات ما طلعوا في الوقت تبعهم المعتاد بسبب ظروف كورونا، فطولوا شوي. بعد ما طلعوا اقاماتنا وبلشنا مشان نشتغل في اوراق زواجنا اجى الحظر في تركيا وكانت سكرت الادارات الى اخره مرة ثانية بسبب كورونا. بعدين لما راح الحظر وبلشنا كرمال نشتغل في هذا الموضوع لقينا انه اوراقنا يلي جبنا من بلدنا خلصت صلاحيتها لانه كانوا صلاحيتها بس 3 شهور، فاضطرينا انه نرجع نطلبهم من المغرب ومن سوريا. بعدين خلصت هاي القصة لقينا انه لازم نروح للقنصليات تبعنا اللي هي القنصلية المغربية والقنصلية السورية، وكل قنصلية بدها مواعيد وتصديق وفترة يعني. الحمد لله بالاخير يعني تيسرت الامور وزبطنا امورنا ورحنا على البلدية التركية بعد ما جبنا كل الاوراق اللي طلبوها منا وتحاليل الزواج الى اخره، والبلدية التركية اعطتنا موعد زواجنا اللي هو موعد عقد القران يلي هو هذا اليوم يلي انتو عم بتشوفوا فيه هذا الفيديو 9/9/2021. ولحكي لكم شغلة حبايبي انه نحن موعد الزواج اخذناه من فترة يعني تقريبا شي 20 يوم هيك، لانه هون بتركيا يعني بتاخد بتروح بتقدم اوراقك وبيعطوك الموعد بعد 15 يوم 10 ايام شهر هيك على حسب يعني. هلا حناخد شعور كل واحد من العيلة. امان عن جد I'm so happy for you. أنا ما بس hug me hug me hug me. شو هاد شو عم بشرب البطيء الأخت؟ بلا غلاظة والله عن جد. شو هاد؟ يعني عشت معك حياتي كلياتها 16 سنة وأنا عايشة مع مخلوقة فجأة حتروح وتخليني لحالي. بس ان شاء الله يعني انا مبسوطه انه حخليها واخيرا ما حيكون معي. الحمد لله حغير الجو بالمدرسه يعني بروح للمدرسه وهيك. علمي ما بعرف ايش عم بحكي علمي بس الحشتك بس طبعا انا حسيت حالي حروح لمكان ثاني على فكره حتى دايما حاجه عندك على فكره. الحمد لله حتى البيت يعني تبعي انا ومحمد قريب على بيت اهلي فالحمد لله يعني حتطلع من المدرسه حتجي عندي حاجه عندك حاركب باص فورا اجي. ايه تمام اوكي اتس اوكي. لا ما تجي صح. ماما ايش شو عورك انت قولي لي خبريني. أيوة ماما يا جماعة يعني ما في على تبين لأنه ما عاملة حجاب بس ماما أكثر واحد يعني رومانسي في هالعالم. بس ماما هيك يعني بس بتبلش تحكي كلمتين بتبلش هيك تدمع يا عسكر. شو بقول لك يا بنتي؟ بيعرف شو فرحانة عليك؟ ماما فرحانة عليك كأنك هتخبى علي أي حياتي يا جماعة. ماي جاد ماي جاد أي لاف يو أي لاف يو سو ماتش. احسس هيك يعني غريبه مختلطه ومتوتره وفرح وما بعرف شو بدي احكي لكم. او ماي جاد. anyway مشان نغير ونلطف جو حاورجيكم التجهيزات اللي جهزت لعقد قراني. طبعا لاحكي لكم شغله، عقد القران تبعي حيكون في البلديه او حاخذ الدفتر العائلي التركي هناك يعني حنتزوج. هل انتي بتقبلي وكذا ايفت بتعرفوا يعني القصة. اكيد حاصور لكم على فكرة بعد هذا الفيديو حينزل فيديو عقد قراني حفلة عقد قراني حتشوفوا كل شيء. فالعرس يعني مشان هيك اوضح لكم العرس مش هو بهذا اليوم مش 9/9، العرس حيكون عن قريب حتشوفوا معي الفيديوهات المراحل كلياتها يعني، بس يعني مش بهذا اليوم، هذا اليوم بس عقد القراني. زبط لي بقى. Oh my god. Oh my god. اي حورجيكم هيك شو حالبس بحفلة عقد القران. لازم انزل الفستان او ايش مو الفستان. اشيل هذا. ما بعرف اذا انا ببين كمان. ترا هذا هو جايز سو كول. كثير بجنن ما يعني I love it. كثير متحمسة. Ha ha ha.
الشغلة اللي بدي احكي لكم اياها انه امنوا باحلامكم وثقوا بالشخص اللي بتحبوه بالاشخاص اللي بتحبوهم و be happy. اراكم صباحا. صباح الخير. بس فقت وفطرت وهيك قلت ضروري هلا ابلش تجهيز بشرتي بعد الحمام وبعد كل هالقصص، يعني بتجهزوا بشرتكم لانه ما ضل شيء خلص، يعني tomorrow اليوم الموعود. نفرش اسناننا اول شيء. كمان استخدموا البامبوش كرمال اسنانكم تضل صحيه اكثر وتحافظوا على جماليتها وبراقتها ونظافتها وهيك، يعني احسن اسكت. بعدين عملت سكين ديتوكس لوشي وغسلته منيح بلونا من فوريو لحتى اجهز وشي وبشرتي للفول فيشل. اخترت هذا الديفايس من عند فوريو اللي هو الالومينيت فول فيشل تريتمنت ديفايس، واستخدمت الماسك تبع النهار اللي بيجي معه. طبعا في ماسك النهار وفي ماسك الليل وفي ماسكات تانية، حطيته بهذا الشكل وربطته مع الابليكيشن اللي موجوده بالتليفون تبع فوريو وبلشت الاستمتاع. بتميز هذا الديفايس يا حبايبي بالتسخين الفوري مشان مكونات تبع الماسك تدخل اكثر في اعماق سطح الجلد، وكمان بيتميز بالتبريد السريع مشان يقلص المسامات ويقلل من الانتفاخ. وضوء الليد الاحمر هذا اللي عم بتشوفوه طالع من الجهاز، هذا الضوء يا جماعة بيعطيكم هيك يعني تلطيف لتقليل علامات الشيخوخة وتنشيط البشرة بشكل واضح، يعني الجهاز كتير بجنن. زيادة على التدليك اللي بيعطيكم اياه الديفايس بخليه انه التوتر لعضلات الوجه ترتخي اكثر والرقبة كمان، وبيعطيكم هيك اشراق للبشرة. كتير بجنن هذا الجهاز يا جماعة لحتى تحصلوا على بشرة اكثر نعومة وسلاسة وكتير حلوة. فهذا الجهاز عن جد استثمار، بتشتروه مرة واحدة وبيغنيكم عن كل السبا والمنتجعات الصحية وكل القصص التانية بتصرفوا عليها مصاري اكثر، هاد استثمار بحق ذاتكم. انا صراحة بنصحكم بهذا الجهاز حبايبي، فحخلي لكم كل التفاصيل تبعه بصندوق الوصف، وروحوا شوفوه واستثمروا بذاتكم ولا تضيعوا عليكم الفرصة. بعدين استخدمت هذا الماسك الاسود من غارنييه لحتى اشيل يا جماعة البقع السوداء من انفي وكمان من منطقة نص جبهتي وكمان ذقني، وخليته هيك شي 10 دقائق وغسلته، حسيت هيك منتعشة على الاخر وحطيت مرطب وبس. خلصت تنظيف بشرتي، حسيت بحالي هيك like it's so good. كل شي تمام هلا ارتحت على فكرة يا جماعة، هيك يعني حسيت وشي نظف وكل شي تمام. هلا بدنا الحواجب نظبطهم، نحط ميك اب، نحط واقي شمس، نظبط لبس، نظبط الحجاب، يعني كل هالقصص. بس هالشي اكيد بكرة، يعني قبل لا اطلع لبلدي لازم اجهز نفسي وهيك. لهيك انتو حتكملوا معنا تتمة باليوم يلي حينزل فيه، يعني حفلة عقد القران حتنزل بهاليومين، ترقبوا. اللي لسه مشترك بالقناة يشترك وحط لايكات، وكمان شغلوا اشعار الجرس كرمال بس ينزل الفيديو يوصلكم. فحتكملوا معنا التجهيزات والحفلة وكل شي، شوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم.